جاء من تكوينها. أنا الدكتور عماد براق وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، حضرنا اليوم في زيارة تفقدي لبعض عدد من المراكز الامتحانية للاطلاع على التجهيزات والتحضيرات والاستعدادات للامتحانات. هذا هو الموسم الرابع للامتحانات التي تجريها وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة. طبعا الحمد لله لاحظنا أن هناك الأمور والأوضاع الامتحانية جيدة، والتحضيرات والتجهيزات والاستعدادات جيدة، حتى أن هناك فرق كبير بين امتحانات هذه السنة وامتحانات السنوات الماضية بانعدام القصف وانعدام هجمات النظام وحلفائه. طبعا آلية البدء بالامتحانات هو حضور رئيس القاعة والمراقبين لفتح الأسئلة ووضع أي ملاحظة فيما يتعلق بموضوع غياب الطلاب وإجراء التفقد للطلاب الغائبين والحاضرين وتسجيل أسمائهم. طبعا نحن أيضا كوزارة التربية والتعليم درسنا الأمور ووضعنا مراكز طارئة للطلاب أو للمركز الامتحاني إن حصل لا سمح الله أي شيء. بالنسبة لموضوع المركز الامتحاني، كان هناك دراسة لمعايير افتتاح أو تحديد مركز امتحاني هو التجمع الأكبر لعدد الطلاب. أيضا الأمر الآخر درسنا يعني حتى إن كان هناك أي صعوبة لانتقال الطلاب، وبالتالي يعني يهمنا سهولة انتقال الطالب إلى المركز الامتحاني في إلى المركز الرئيسي من القرى أو المناطق المحيطة. بالنسبة لموضوع حماية المركز الامتحاني، طبعا خاطبنا الشرطة الحرة بكتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم وأبدوا استعداداتهم، وبالفعل لاحظنا أن هناك عناصر من الشرطة الحرة على أبواب المراكز الامتحانية لحماية المركز الامتحاني من أي خلل أو أي طارئ، فنشكرهم جزيل الشكر لهذه الخدمة ولاستجابتهم لطلبنا. طبعا هذا الموسم الرابع يتميز للامتحانات يتميز بعدد أكبر من الطلاب الذين سجلوا في الامتحانات. أنا بدي أسمع منكم، يعني ماني جاي لتصور أو كذا، جاي نسمع شو في عندكم، لأنه عم سجل ملاحظات الأخوة الموجودين معي. تمام، الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.